هل طلعنا على ما يجري مع النساء الفلسطينيات في الضفة وليس في غزة فقط؟ يقولون نحن ربحنا الحرب، هذه الحرب هي حربنا، أنتم أسرى، لنا حق أن نفتعل بكنا ما نريد أمام أبنائهن أو بناتهن. كرامة العرب، كرامة المرأة العربية، الإنسان العربي، الطفل العربي، الأم العربية، الإنسان العربي، التاريخ العربي، الأرض العربية، الحق العربي، كرامة بالمعنى الواسع للكلمة تستهدف، الوجود يستهدف، الاختلاع من الجذور قائم. وبالتالي ماذا قيل يعني مع الوزير بس تمام. ببداية طوفان الأقصى قيل بأنه نكبة معاكسة يعني للشعب للكيان الإسرائيلي. لو كان الموقف العربي مختلفا نعم لكنا حققنا شيئا من هذا القبيل دون مبالغة. الهروب من إسرائيل قائم، مسؤولون إسرائيليون قالوا في أكثر من تصريح في الأسابيع الماضية، هل يمكن أن تبقى إسرائيل كل إسرائيل؟ هذا كلام لمسؤولين إسرائيليين موثق ومكتوب في يوميات أنا أدونها لحظة بلحظة كل ما يجري يعني. قالوا بوضوح، هل يمكن أن تبقى إسرائيل لأشهر كل إسرائيل؟ التعبير كل إسرائيل في الملاجئ؟ نعم إسرائيل في الملاجئ، كل إسرائيل في الملاجئ. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني؟ أنه من هي حماس؟ من هي حماس؟ دولة؟ جيش؟ جيوش؟ قوة عسكرية عظمى؟ قوة إقليمية مقاومة. كبيرة؟ هي حركة مقاومة، فصيل. هذا الفصيل استطاع أن ينجز هذا الإنجاز، أن يحقق هذه النتيجة في وجه من؟ في وجه دولة تعتبر نفسها جيش. وتريد أمريكا أن تبقى متفوقة استراتيجيا في المنطقة على كل المستويات وخصوصا عسكريا وأمنيا. منذ اللحظة الأولى سقطت أمنيا، سقطت استخباراتيا، سقطت عسكريا، سقطت سياسيا، والخلافات داخل قيادات الحكومة والأجهزة والمؤسسات الأمنية. لست أنا من يقول ذلك، بعد أيام باتوا هم يقولون ذلك. نحن فشلنا، راجعي كل التصريحات من 27 حتى الآن، نحن فشلنا، نحن لم نربح الحرب. يائير لابيد منذ يومين يقول نحن لسنا دولة أخلاقية، نحن لسنا دولة آمنة، ونحن لم نربح الحرب. طب ماذا مسؤولون من داخل المؤسسة يعني إذا لابيد في المعارضة، مسؤولون داخل المؤسسة داخل مركز القرار قالوا هذا الكلام. العالم ينبه ويقول طيب 5 أسابيع ماذا جرى؟ حتى الآن لم يتحقق شيء. ليلي صدر كلام من وسائل إعلام إسرائيلية، ليلي قبل أن ندخل إلى الاستوديو، أنه لم تحقق إسرائيل أي هدف من أهدافها حتى الآن. المقصود أنه حركة حماس هي حركة ليست نظاما أو دولة أو قوة إقليمية كبيرة، استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الكبير. وبالتالي تبين أنه إسرائيل كما كنا نراها دائما نحن يعني كمتابعين بين هلالين أسمح لنفسي القول جديين لمسار الصراع العربي الإسرائيلي، إسرائيل دولة متفوقة بالطيران الأمريكي، بالقنابل الأمريكية، بالسلاح الأمريكي، يعني بالإجرام، يعني بالإرهاب، يعني بالقتل، يعني بالإبادة، يعني باللا أخلاقية في التعاطي. هذه تفوق إسرائيل معترف به إجماع عليه. لكن أن نقول أن إسرائيل هي الدولة المتفوقة التي لا تقهر، قهرت إسرائيل في لبنان، وكسرت في لبنان، وهزمت في لبنان، وأذلت في لبنان، والآن أيا تكن النتائج كسرت وأذلت وقهرت، حتى لو مسحت غزة كأبنية لكنها لن تتمكن من محو غزة كتجربة كتاريخ كقضية، هي القضية الفلسطينية في النهاية، ولن تتمكن من محو حماس أو غير حماس. قبل حماس كانت منظمة التحرير، اليوم صدر البيان يقول منظمة التحرير منظمة هي الممثل الشرعي والوحيد، ممثل شرعي ووحيد. طيب كانت قائمة، لم تكن حماس بهذه القوة وبهذا النفوذ، كيف تعاملوا مع منظمة التحرير؟ ذهب أبو عمار إلى اتفاق خون من قبل فئات من الشعب الفلسطيني، ماذا فعلوا مع أبو عمار؟ قتلوا. ماذا فعلوا مع رابين؟ قتلوا. يعني فعلا الكلام السياسي انتهى بهذه، هم لا يريدون كل لا يريدون فلسطين وعليها فلسطينيون. فلسطين بنظرهم هي حق تاريخي ومبدأ له، ومن هنا انطلقت فكرة سيناء والأردن الوطن البديل. طيب اليوم ماذا يجري في الضفة؟ من يمسك بقرار الضفة؟ السلطة الفلسطينية مركزها بالضفة. نعم. طيب حماس بغزة ماذا يفعلون بالضفة؟ هل استجابوا لنداءات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد؟ أم اعتقلوا رموزا من أعضاء منظمة التحرير؟
وقتلوا مجاهدين من أعضاء منظمة التحرير ومن فتح. هل أقاموا اعتبارا لمنظمة التحرير؟ بس اليوم في خوف من هذه الجبهة أن تفتح بالضفة الغربية. وين؟ هي مفتوحة من قبل الإسرائيلي يوميا إلى جنين، إلى نابلس، إلى طول كرم، إلى رام الله، إلى 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 كل المناطق مستباحة، جرف بيوت، اعتداءات، خطف، اغتيالات في الشوارع كما حصل، واغتيلوا قادي من فتح وقادي من حماس. نعم. هذا في سياق مشروع لماذا؟ سموتريتش هذا العنصري الإرهابي، نعم، الوزير الذي دعا إلى إقامة جدران وفصل عنصري مؤقت بين المناطق الفلسطينية التي يتواجد فيها فلسطينيون والمناطق المحتلة من قبل إسرائيل، هو يقول أمس، يعني سموتريتش هو يقول بأنه هذا حق من حقوقنا ويجب طرد الفلسطينيين، كما خرج أحد الوزراء الآخرين يدعو إلى محو غزة بقنبلة نووية. يعني الخيار بالنسبة للفلسطيني ما هو؟ إما أن تموت بالجوع أو بالحصار أو بالقصف أو بالمستشفيات بدون كهرباء، بدون مياه، بدون بنج، بدون 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 بدون، يعني الخيار أنت مقتول أو أن تقتل في السجون وأن تعذب في السجون وأن تهان، أو بقنبلة نووية أمام الفشل بقنبلة نووية. آخرتها لم نتمكن من تحقيق الانتصار، لم نتمكن من تحقيق أي هدف، يعني آخر الدواء الكيف، قنبلة نووية، زوال بشري. ويحدثونك عن حلول أو مشاريع حلول أو أفكار حلول سطحية ومواقف بدائية. هيك شفت اليوم بالقمة العربية ماذا جرى في القمة يا سيدتي يا زميلتي؟ ليش ما صارت قبل هذه القمة مع هذا السؤال؟ هذا السؤال ليه ما صارت قبل طالما انه عم يطلعوا بتصاريح بدهم فعلا وقف اطلاق النار؟ سؤال يوجه الى اركان واعضاء القمة، ولكن ماذا قالوا في القمة؟ اولا على مستوى الخطابات ريبورترز مراسلون كانوا عم يستعرضوا لنا مع اخبار قديمة، شو عم مع اخبار قديمة كمان، لان كل هذه الاخبار اذعناها نحن او سمعناها نحن او كتبنا عنها نحن وعممتها كل وسائل الإعلام العالمية، نعرفها. السؤال كيف نتعامل معها؟ أنتم مراكز القرار، أنتم أصحاب القرار، أنتم المسؤولون. على ماذا يدل هذه التصاريح أو الكلمات الفارغة؟ دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق. تتحدثون عن منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد؟ تريدون السلطة الفلسطينية أيها الأمريكيون الآن؟ أولا أنتم أقفلتم مكاتب منظمة التحرير، أنتم أوقفتم المال عن منظمة التحرير، أنتم اتهمتم منظمة التحرير إسرائيل تحصيل حاصل. اثنين، المحكمة الجنائية الدولية، هذا ما جرى كان عقابا للسلطة لأنها تجرأت وقالت في مرحلة معينة سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية. ماذا فعل الأمريكيون؟ هددوا القضاة، هددوا القضاة بعقوبات وبسحب تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والإسرائيليون يقولون لا يمكن أن يعاقب أو أن يحاكم أي جندي أو أي ضابط أمام المحكمة الجنائية الدولية. ماذا فعلتم؟ لم تفعلوا شيئا. اليوم لجأتم إلى هذا الأمر. السؤال، ماذا لو استمرت إسرائيل على الموقف ذاته؟ ماذا ستفعلون؟ كلام عام أنا أتمناه وأنت تتمنينه وكل إنسان، أنتم الحكام، أنتم أصحاب القرار. ماذا لو أصرت أمريكا على حماية إسرائيل بعدم الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ يا عمي شيرين أبو عقل، ولكن هذا الحل، شيرين أبو عقل اليوم المحكمة تحمل الجنسية الأمريكية، قتلت برصاص إسرائيلي ولم يحاكم أحد، وأمريكا حمت استنكرت لأنها تحمل الجنسية الأمريكية وحمت. راشيل كوري بال2001 سحلتها الدبابة الإسرائيلية، ناشطة أمريكية سحلتها سحل 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 أمام العالم. ماذا فعلت أمريكا؟ لا شيء. طيب مسألة تانية، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم يلزم إسرائيل بوقف العدوان، ممتاز، لكن من يمنع مجلس الأمن من اتخاذ هذا القرار؟ أنا أو أنت أو الطرف الفلسطيني أو حركة حماس أو من؟ أمريكا باستخدام حق الفيتو. اليوم السيد نصر الله قال من يوقف الحرب هو لم الذي يجرؤ أحد على ذكر اسم أمريكا. لم يجرؤ أحد، هذا بيان تسووي بين الناس الموجودين، لكن تذهبون إلى مجلس الأمن تقول إسرائيل، وكررت هذا القول خلال الأسابيع الماضية على لسان أكثر من مسؤول، قرارات الأمم المتحدة في مزبلة التاريخ